الموصل ونينوى تحتاج البنية التحتية، تحتاج إلى مصانع. المصانع خلي ترجع مثل قبل، الإنتاج المحلي ليش كله على استيراد استيراد؟ كثير مؤسسات عندنا بالدولة تعطلت، السمنت قصدي العفو السكر، معمل سكر ما كان قبل، السكر يجينا من وين 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 المعمل؟ محطة القطار خلي يستأنفون العمل بيها، كثير من المشاريع يعني تعطلت. المفروض الدولة الحكومة المحلية تراجع هالأمور هذه وتستثمر الطاقات الشبابية الإنتاجية، المعامل المتوقفة، هذا الصناعة، معامل فانيلا، معامل خاوليات، مع كله مصنع كله مستورد، كله خلينا نرجع على الإنتاج مالنا. إنتاجنا مضبوط 100%، إنتاج يعني محلي جيد جدا، وتوفير الطاقات للعمال. والله نينوى تحتاج المنطقة القديمة اللي هي 4.5 سنوات أهل مهجرين اللي قاعد إيجار واللي دينار حصل علينه، وعلى أساس يعوضون للناس ما حد عوض. أكو جاء وقت المحافظ أوعز أن ينطون مال سنة إيجارات اللي قاعدين بالانتصار 50,000 ما عندهم كان يدفع زين، والعالم عملت معاملات مال تعويضات واللي اليوم دينار ما حد استلم زين. فلازم ينظرون لهي المنطقة، منطقة تعبانة منكوبة زين. فالعالم يعني كانت هوني منطقة الله مبارك بيها برزقة، كل الناس تشتغل ماكو أحد بطال. وأسع والله كل واحد ديرة، الأيمن إذا ما تحول لأطباء، العيادة، دوائر الدولة، ما 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 تنجح المنطقة القديمة أبد. الأيمن لازم أطباء، دوائر الدولة ينظرون لهاي الناس اللي نكبت اللي ليها الناس تحت الأنقاض ما حد طلعها زين. فلازم يعملون شيء اللي الله يمر بينه خاطر يعني الله يرضى عليهم والبشر يرضى عليهم. انت منين؟ انا من منطقه بعدوش. زين، كونك مواطن موصلي ايش تحتاج منطقتكم؟ والله منطقتنا تعوز كثير من الخدمات. اول شيء هي منطقه تعتبر من 10 كيلو، يعني تحتاج من على الشوارع، يعني يعوزها يعني اغلب الشوارع لحد الان يعني تيكله، يعني ماكو لا تبليط لا شيء، إضافة إلى التشجير. يعني مدينة تعتبر منطقة يعني قريبة على المعمل، يعني منطقة تعتبر ملوثة، المفروض يعني أسعى يعني الشوارع هاي المفروض كلها يعني أسعى تشجير، من ناحية التشجير الحدائق يعني داخل المدينة، معامل، إعمار، مستشفيات، بنى تحتية كاملة، طرق، جسور. شو البنى التحتية برأيك؟ برأي مستشفيات بنى تحتية، التعليم بنى تحتية أولى. وسعت نلاحظ احنا بالشوارع اطفال يقدي، هذا طالع المدرسه، بمعنى ماكو تعليم. اكو ظاهره جديده ظهرت عندنا، ما عاد التسول، اطفال يشعوا بالشارع يشتغل او يشوفوا عند فيتر او يشوفوا عند حداد. هذا اولى بنى تحتيه. بلدك غني جدا، وين النفط؟ واردات النفط اول شيء وين؟ وين منافذ الحدوديه وارداتها؟ فأنت عندك بنى تحتية، لكن اسألني قل لي الفساد وين وصل؟ أقول لك الفساد وصل بكافة مفاصل الدولة، كافة المفاصل، ما ظل ماكو مكان تفوت بيها إذا ما بيها فساد، فساد إداري، فساد مالي.